النهاردة معانا وصفة يا جماعة عالمية لمريض السكري، وحاجة كويسة جدا جدا وممتازة. الوصفة دي بتعمل ايه لمريض السكري؟ بتظبط له السكر في الدم وضغط الدم، وبالاضافة لكده لو وزنك زايد قوي بتظبطه. هي منظم للوزن الزايد. 3 مكونات هنضيفهم على علبة زبادي احلى من بعض، بيزودوا معدل الحرق، بيظبطوا البنكرياس، بيشغلوا خلايا بيتا. تعالوا بينا نشوف ازاي وازاي نستخدمه. متنسوش بقى ان اللايك والشير بيشجعني جدا كتير، ما تبخلوش عليا واعملوا لايك وشير وتابعوا قناة الوصفة السحرية. اول حاجة ايه اللي معانا دول يا جماعة؟ اللي معانا النهاردة يا جماعة اول حاجة بذور الكتان. اول حاجة ايه؟ زي ما انتوا شايفين بذور الكتان. تاني حاجة معانا القرفة، او ليها اسامي في الدول التانية اسمها الدارسين. تالت حاجة معانا الحلبة المطحونة، حلبة مطحونة. ورابع حاجة علبة زبادي. يبقى 3 مكونات هنضيفهم على علبة الزبادي. هنتكلم دلوقتي ازاي ناخدهم وامتى، بس اول حاجة هنعملها ايه طريقة الاستخدام، استخدمهم ازاي، وبعد كده هنتكلم عن ايه اهمية كل مكون من المكونات دي لمريض السكري. رابع حاجة هنتكلم عن ازاي تاخديها. يلا بينا. اول حاجة هنجيب طبق معانا، ونجيب علبة الزبادي نحطها في الطبق اللي معانا دوت عشان نضيف عليها مكونات دي بمقادير اللي انا هقولك عليها. اول حاجة ضفت علبة الزبادي زي ما انتوا شايفين، علبة زبادي ابيض عادي خالص، اي نوع تحبيه. طيب بعد كده اعمل ايه؟ علبة الزبادي باخد عليها معلقة من بذور الكتان، معلقة من القرفة، معلقة من الحلبة المطحونة. طيب دلوقتي ايه بقى؟ علبة الزبادي نقلبها في المكونات دي كلها. دي يا جماعة وصفة عالمية، وصفة حلوة جدا جدا لمريض السكري. هتعمل له ايه؟ هتعالج له حاجات هقولك عليها دلوقتي. طب ليه 3 مكونات دول على بعض وامتى خدهم؟ امتى دي هقولك دلوقتي. بصي كل المكونات دخلت في بعضها هتحس بطعم حلو جدا، طعم كده هتاكليه على الصبح كده ان شاء الله هيفرق معاك. بص اهي تبداي بقى تاكليه. طيب امتى خدها الوجبه دي يا جماعه او الوصفه دي؟ احلى وقت ليها طبعا انك تاخديها قبل الفطار بيوم، قبل الفطار بساعه، انا اسفه، قبل الفطار، قبل وجبه الفطار بساعه تقوم حاطه علبه زبادي كده عليها معلقه من القرفه، بذور الكتان، والحلبة المطحونة. هتفرق معاكي جدا. هتاخديها قبل، ما هي مرة واحدة في اليوم قبل الفطار بساعة. طيب ايه اهمية كل حاجة معانا؟ انا دلوقتي وانا هاكل الزبادي على طول كده معرفش ايه اهميته، ايه اهمية بذور الكتان، ايه اهمية القرفة. عشان الناس اللي بيقولوا ان انا بطول، حضرتك انا بقسم الفيديو ليه طريقة عمل الوصفة، امتى اخد الوصفة، وفوائد كل حاجة في الوصفة دي. اول حاجة يا جماعة هنتكلم عن ايه؟ لو جينا نتكلم عن علبة الزبادي اللي حطيناها دي، علبة الزبادي دي يا جماعة فيها فوائد طبيعية، فيها بكتيريا طبيعية تشتغل على المعدة، بتجيب لكيش امساك، بتجيب، وفيها حاجة مهمة جدا جدا، فوائد في ان البكتيريا دي بتاكل السكر، فبالتالي سكرك ما يزيدش في الدم. الزبادي طبعا كان منظم للدهون، ما فيهوش دهون اصلا، فبالتالي مكوناته حلوه خالص، مكوناته طاقه وبروتين وكالسيوم، فانت مستفيده بيها، وحاجات ناقصه في جسمك، حاجات ناقصه في جسمك. تمام، دي اول حاجه علبه الزبادي اللي حاجه رئيسيه لازم تتحط في الوصفه. تمام، طيب علبه الزبادي حطيناها، هيبقى معانا ايه؟ بذور الكتان، القرفة، الحلبة. الحلبة دي يا جماعة، الحلبة دي من الحاجات الرئيسية المريض السكري اللي لازم ياخدها لو هو عنده سكر. ليه؟ بتنظم السكر التراكمي، وبتحرق السكر الزايد في الدم. الحلبة معروف عنها كده، ومفيدة لنوع أول ونوع تاني. مريض سكر نوع أول ده هو مريض ما عندوش إنسولين، أمال الحلبة الحلوة، الحلبة فيها مادة طبيعية بتشبه في مكوناتها الإنسولين الطبيعي اللي بيطلع من خلايا البنكرياس، خلايا بيتا. يبقى كده كويس، عرفت فوائد اول حاجه الحلبه. الحلبه ماده مهمه جدا جدا جدا. طيب الحلبه مفيده للضغط؟ اه
طيب في ناس دلوقتي يجوا يقولوا لي ايه ده دلوقتي انت هتخشي على القرفه هتقولي لنا فوائد القرفه. طب ما احنا عارفين القرفه بترفع الضغط، هي بترفعه، بس لو خدتيها لوحدها او خدتيها في مشروب ميه سخنه لوحده وشربتيه، حضرتك انت بتاخديه مع حاجات بتضر البول، الحلبه دي مضر للبول اللي هي بتخفض ضغط الدم، فالاتنين هيعادلوا بعض، فبالتالي ضغطك هيبقى مظبوط ان شاء الله ومفيش منه اي مشكله. طب ايه فوائد القرفه تاني؟ الفوائد القرفه ان هي بتروح على النوع التاني من السكر اللي فيه خلايا بيتا، خلايا البنكرياس مش بتطلع السكر كويس، فبتشتغل عليها فهتطلع لك السكر، فسكرك ان شاء الله هيفضل مظبوط. اما بذور الكتان لا داعي للحديث عنها، ليه؟ دي منجم لمريض السكري، منجم ذهب، دي الذهب الطبيعي لمريض السكري في تظبيط سكره وتظبيط ضغطه كمان. طيب القرفة مفيدة لإيه؟ مفيدة للنوع الأول والنوع الثاني، ومفيدة كمان لضغط الدم. دي بذور الكتان، بذور وحاجة طبيعية خالص، وحاجة مش هتزود لك وزنك، بل وزنك هيفضل مظبوط بيه او بتظبط الوزن يا جماعة. يبقى الثلاث مكونات دول لما يخشوا مع بعض هيظبطوا لك وزنك، ضغطك، سكرك، بالإضافة لعلبة الزبادي اللي حاطينها اللي هي فيها كلها غنية بمعادن وحاجات كويسة وبكتيريا، فبالتالي لازم تحافظي على وزنك. كمان مرض السكر ده مشكلته في حاجة، مشكلته ان مشكلة ضغط كمان مصاحب للسكر ومشكلة وزن. فحضرتك الأدوية اللي بتاخديها جلوكوفيج أو غيره فكرته بيكسر وبيقلل امتصاص السكر في الدم، اللي هما التلاتة دول بيعملوه، التلاتة دول بيعملوا ايه؟ بيقللوا امتصاص السكريات اللي موجودة في المعدة، فبالتالي يقللوا السكريات الموجودة في الدم. طيب كده حاجة كويسة، حاجة مظبوطة خالص وحاجة زي الفل. طيب عندنا مشكلة تانية خالص، مشكلة ضغط الدم. التلاتة دول حلوين جدا في تنظيم ضغط الدم، مش بس كمان يا جماعة بيغسلوا الكبد والكلى، منظمين للكبد والكلى، فالوصفة دي هتعيشي عليها ان شاء الله. هل هي تتعارض مع العلاج او الدواء؟ لا، حضرتك هتمشي عليها وتمشي على علاجك اللي الدكتور كاتبهولك، مش هتستغني عنه، وبعد كده ان شاء الله هتروحي بقى ايه تحللي اتش بي اي 1 سي، سكر تراكمي وغيره، هتلاقي الدنيا اتظبطت معاكي خالص باذن الله. ودي طريقة يعني كويسة وطبيعية، وكل الناس بتستخدمها، وكل الناس بتستخدمها بحسب بقى ايه السكر هو نوع اول ونوع تاني وغيره. ما تزوديش من المقادير اللي انا قلتها لان زيادته بيعمل مشاكل، تمام؟ وامشي عليها ان شاء الله فترة شهر. حضرتك ما ارتحتيش عليها، في القناة وصفات كتير جدا، خشي وشوفي ايه اللي يعجبك وجربيه، واللي هتيجي معاك ان شاء الله تمشي عليها. متشكرة جدا في نهاية الفيديو، ما تنسوناش باللايك والشير. ايش من المقادير اللي انا قلتها لان زيادته بيعمل مشاكل، تمام؟ وامشي عليها ان شاء الله فترة شهر. حضرتك ما ارتحتيش عليها، في القناة وصفات كتير جدا، خشي وشوفي ايه اللي يعجبك وجربيه، واللي هتيجي معاك ان شاء الله تمشي عليها. متشكرة جدا في نهاية الفيديو، ما تنسوناش باللايك والشير. ايش من المقادير اللي انا قلتها لان زيادته بيعمل مشاكل، تمام؟ وامشي عليها ان شاء الله فترة شهر. حضرتك ما ارتحتيش عليها، في القناة وصفات كتير جدا، خشي وشوفي ايه اللي يعجبك وجربيه، واللي هتيجي معاك ان شاء الله تمشي عليها. متشكرة جدا في نهاية الفيديو، ما تنسوناش باللايك والشير.